السلام عليكم مساء المشاهدين، اهلا بكم معي في حلقه جديده من قناه تيتانيك. اليوم ندير لكم فيديو جديد وشرح جديد ومعلومات جديده. الفيديو اليوم نتلقى فيه واحد الموقع من المواقع الرائعه اللي محمل من الانترنت. فلك تسمى بالامر فابقى معي تبع الفيديو وصل الاخر باش ما تفوتكش شي معلومه. ولا كنت زائر جديد كنقول لك صديق لازم تنساش تهود ديك الزر الاحمر اللي كاين في اسفل الفيديو وتضغط عليه وتشترك معنا، وما تنساش تفعل ديك الجرس الصغير باش يوصلك اي فيديو حطيته على القناه ديالي مباشره. وبطبيعه الحال عجبك هذا الفيديو ما تنساش دير واحد الزر ديال لايك وواحد التعليق مشجع في اسفل الفيديو. ولا عندك شي سؤال غادي نخليك الرابط ديال الانستغرام ديالي في اسفل الفيديو، دخل ليك الرابط وطرح لي السؤال ديالك وغادي نكون سعيد جدا باش نجاوبك عليه. وباش ما نطولش عليكم في المقدمه بزاف غادي نتوجه مباشره للشرح. كما كتشوف اصدقاء العزيز من بعد غادي تضغط على الرابط غادي نخليك في اسفل الفيديو، غادي يوجهك مباشره لهذا الموقع هذا اللي سميتو سونيكس. الموقع الرائع لجمع عملات ديال البيتكوين. فاول حاجه كنشوفوها في الموقع هي طريقه ديال التسجيل. الطريقه ديال التسجيل في هذا الموقع راه سهله بزاف، فغادي غير هذا المكان هذا ديال التسجيل اضغط عليه، صحه هاد الواجهه هادي كما كتشوف. هنا كتدخل البريد الالكتروني ديالك، وهنا كلمه السر، وهنا انا لست برنامج روبوت، وكتضغط على تسجيل. هذه الطريقه ديال التسجيل راه سهله، فانا مسجل فيه حاليا. فغادي ندخل لهذا المكان هذا، نضغط هذا المكان ديال التسجيل كما كتشوفوا، نفس الواجهه اللي كتدخلوا بها نتوما ندخل بها انا. فهنا البريد الالكتروني ديالي، هنا كلمه السر، هنا تسجيل الدخول كما كتشوف يا صديقي العزيز. الواجهه ديال الموقع هي هذه، من بعد ما كتدخل الواجهه بسيطه وواجهه سهله. فكما كتشوفوا هنا عاد كاين بزاف ديال العملات، كاين العمله ديال البيتكوين، كاين العمله ديال الاثريوم، كاين بزاف ديال العملات اللي غتلقاها في هذا الموقع هذا. والطريقه ديال العمل فيها راه سهله، كتجي غير لهذا المكان كتلقى مثلا هذه بدايه. انا عندي هنايا وقفه، يعني انا حاليا خدام على البيتكوين. انت الا بغيتي تخدم على البيتكوين فتجي لهذا المكان هذا وكتضغط عليه، غتلقى مكتوبه فيها بدايه، غتبرك عليها غتولي كانها مكتوبه واقفه. يعني هذه الطريقه ديال العمل، يعني الطريقه ديال العمل راه سهله بزاف. وكتنساه صافي، خليه يعدل لك البيتكوين تما تسالي على خاطرو. فمن بعد ما كتقوم بالتعدين البيتكوين مثلا الى اختاريتي البيتكوين، فنهار كتوصل للحد الادنى اللي غادي نشوفو حاليا الطريقه ديال السحب، غادي تجي لهذا المكان هذا وغضغط على انسحب. كما كتشوف انا كتخسر العمله، مثلا انا كنعدل على البيتكوين غطي علينا البيتكوين كما كتشوفو عندي 350 ساتوشي. كما كتشوف كتجي لهذا المكان هذا وكتدخل ديك المبلغ اللي باغي تسحب. المبلغ هذا مثلا كتاخدو كوبي وكتلصقو هنايا كما كتشوفو 350 ساتوشي. هنا رقم المحفظة كتدخل هناك العنوان ديال المحفظة اللي غادي نشوفو هنا كما كتشوف. كتجي هاد المكان هذا الطلب، كتاخد هاد الرمز هذا كوبي لهنا وكترجع فحالاتك. هنا كتلصقو في هاد المكان هذا، كتلصق المحفظة ديالك هنايا وكتضغط على إخلاء. صافي هادي الطريقة ديال التحويل. أنا ميمكنليش نسحب هاد المبلغ حيتاش المبلغ باقي صغير، فخصني نوصل لصفر فاصلة صفر صفر خمسة بيتكوين عاد نقدر نسحب ديك المبلغ. هذا هو اللي كاين في هذا الفيديو هذا. الطريقه راه سهله والطريقه ديال العمل راه فيها سهله، وتسجل في هذا الموقع وانساه توصل لحد الادنى ديك الساعه وقم بالسحب ديالك. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا، وكنتمنى من الله يكون توفق في الشرح ديال الفيديو هذا، وكنتمنى من الله يكون نال الاعجاب ديالكم. وباقي ما يجي الخير بزاف ان شاء الله. من دابا الفوق كاين بزاف ديال المواقع انا عرضت لكم، ولكن المواقع اللي غيكون فيها فلوس بزاف وربح وربح كبير، وان شاء الله غادي نشرح لكم كلشي بالتفاصيل. هادو المواقع كنعطي لكم حاليا غير باش يعني تقوموا بجمع بعض الدولارات منهم. كل واحد شغل يعطيك، واحد يعطيك 7، واحد يعطيك 10، واحد يعطيك 20، واحد يعطيك 40. جمع ديك المبلغ ان شاء الله باش تقدر تبدا في مشاريع كبيره. فان شاء الله غادي نحط لكم بعض الفيديوهات اللي غادي نحطوا فيها بعض المواقع اللي ما سبقش لشي واحد شرحها على اليوتيوب، غادي نحطهم لكم ان شاء الله في القناه، واحتاجوا فيهم شويه ديال الفلوس باش نستثمروا فيهم. وان شاء الله غادي نهضر لكم عليهم بالتفاصيل ملي نوصلوا لديك اللحظه هذيك. ومن قليل نلقاكم في فيديو اخر. استودعكم الله الذي لا تدع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.